قضية الطفل إياد التي كنا تحدثنا عنها نهاية الأسبوع الماضي، ما يزال البحث مستمرا عن الطفل إياد صاحب الخمس سنوات في قسنطينة، التي يعني الكل فيها، الكل سواء كانوا جهات أمنية مختصة، جهات إدارية، عائلات، أفراد، الكل مهموم ومنشغل بقضية الطفل إياد الذي اختفى وهو يقطن بمشتى التركاني دوار توازرة في بلدية حما بوزيان. إياد كان رفقة والده ثم خرج عند منتصف النهار ولم يعثر عليه والده فيما بعد. الطفل مصاب بمرض التوحد. العملية كانت بدأت من الواد المجاور للمنطقة التي يقطن فيها إياد. تم البحث بشكل كبير في هذا الواد الذي نشاهده على الشاشة، حتى تم الاستعانة بفرقة غوص وغطاسين محترفين، لعل وعسى يتم العثور على أي شيء يدل على مكان اختفاء إياد. ولكن بعد 4 ورانا داخلين في 5 أيام، الفرضيات كلها باتت مطروحة، باتت يعني مطروحة في الواقع. الاختفاء يزداد، يعني الاختفاء يستمر، وعلامات الاستفهام تزداد والغموض يزداد معها، وأيضا الحيرة والمخاوف. هذه هي صورة إياد 5 سنين فقط، وكما قلت مختفي منذ 4 أو 5 أيام. معنا زميلنا محمد بوحصان مراسل الشروق نيوز في قسنطينة. محمد مساء الخير، وما هي آخر التطورات؟ مساء الخير زين لقد، مساء الخير للمشاهدين الأوفياء للشروق الإخبارية. أهلا. للأسف لليوم السابع على التوالي لا يزال البحث جاريا لحد الساعة عن الطفل المفقود محمد إياد تازير. اليوم عملية تمشيط جديدة واسعة من طرف الحماية المدنية قامت بتقسيم مناطق إلى 5 قطاعات للبحث، انطلاقا من منزل الطفل إياد والمناطق المجاورة، ووصلت إلى حدود ولاية ميلا، وكذلك باتجاه بلدية بن حميدان ومسعود بوجريو، على مسافات طبعا بعيدة زميلي، وهذا من طرف غطاسين محترفين والأعوان كذلك تم تحويل الحماية المدنية، وكذلك زميلي تم تحويل مجرى الوادي حتى يتسنى للغطاسين بالبحث الجيد، وهذا بامتصاص المياه في المستنقعات والبركة المائية الموجودة على جوانب الوادي. من جهتها مصالح الدرك الوطني سخر جميع الإمكانيات للبحث عن المفقود، طلعات جوية لأجل التنشيط انطلاقا من مسكن إياد إلى غابة البساتين والغابات القريبة يعني أو البعيدة، كذلك مدعمة بوحدات التدخل وخلايا الشرطة العلمية والتقنية والكلاب المدربة سينوتقني. الكل هنا زميلي قادة مجند لأجل الطفل إياد من السلطات المحلية، المصالح الأمنية، الحماية المدنية، والمواطنون قادموا من مختلف المناطق للوقوف إلى جانب العائلة. بصح ما كان ولا حاجة جديدة يعني من حيث المكان اختفائه. أنت قلت لي في المرة السابقة محمد بأنه تم العثور على حذائه بجوار الوادي، أليس كذلك؟ نعم زميلي، للعلم تم العثور فقط على حذاء الطفل والجوارب بمحاذاة الوادي يعني، والحذاء حسب الأقوال شهود عيان والأقارب كان نظيف يعني، فوق كان موجود فوق حجرة يعني جميع. هناك احتمالات واردة أصبحت الآن يعني احتمالات مفتوحة، يعني هذا لغز حول هذه القضية. وعمليات نطاق البحث ما يزال، نطاق البحث ما يزال في المناطق المجاورة التي اختفى فيها. نعم، لا يزال البحث متواصل في المناطق المجاورة وامتد كما قلت إلى حدود ولاية ميلا والبلدية المجاورة. أوكي. طيب الآن ممكن محمد نقول أن كل الفرضيات حتى تلك التي استبعدناها في المرة السابقة باتت مطروحة الآن.
نعم نعم يعني كل الفرضيات أصبحت واردة، فرضية اختطاف لا نفهم ولا نؤكد، والمصالح المعنية على طبيعة الحال على كل حال تقوم بعملها في الميدان، وإن شاء الله نتمنى أن يعود إياد إلى أهله سالما بعد 6 أيام متواصلة الآن على 6 أيام من غيابه. صحيح 6 أيام، طبعا بدون أن نسأل عن أحوال العائلة أكيد ربي يكون في عونهم، العائلة التي فقدت إياد خصوصا الوالد اللي كان هضر مع الصحفيين، وأيضا هنالك حالة استنفار كما قال محمد بوحصان حول المنطقة وإلى حدود ميلا. شكرا لك محمد، زميلنا محمد بوحصان مراسل شروق نيوسي قسنطينة، شكرا لك. عفوا زميلي. طيب على ذكر الأخبار مدام هضرنا على إياد، أيضا أخبار الوخز بالإبر، يعني هنالك أخبار دائما تأتي عبر الصحافة، مثلا يومية الخبر نشرت عبر موقعها اليوم تعرض طفلة في مدينة طولقة، هي تلميذة تبلغ من العمر 8 سنوات وتدرس السنة الثانية ابتدائي في مدرسة بوشامي بحي البداع، لحالة وخز بالإبر من سيدة مجهولة، هذا هو الخبر. استنادا إلى مصادر موثوقة فإن التلميذة كانت في طريق العودة إلى منزلها، اعترضت طريقها سيدة مجهولة الهوية وقامت بوخزها، فور عودة البنت قامت بسرد ما جرى لوالدتها. هذه حاجة مليحة، أي طفل قبل ما نروح لوزير التربية نقعد في الخبر، أي طفل يحدث له ما يحدث في الشارع عندما يعود لوالدته يحكي لها، يحكي لها لأنه مهم جدا أننا نعرف ما حدث. والأم سارعت بابنتها إلى المستشفى وأخضعتها في الاستعجالات وأخضعتها للفحص، وحتى الآن لم يظهر أي أعراض، صحتها جيدة الحمد لله الطفلة، ولكن الطفلة قالت بأنها تمت تعرضت إلى وخز بإبرة من سيدة. في كل هذا دائما نعود نذكر بأننا نذكر الحوادث والأخبار بتحفظ شديد، وعندما تتأكد المعلومات، لأنه كان حملة تضليل وأخبار وتفسيرات وتأويلات وشروحات كبيرة جدا، فلا مجال لزيادة الطين بلة، أترك المصالح المختصة تحقق، تبحث عن كل الحالات المشابهة تضعها في إطارها الصحيح، تبحث عن المتورطين، وما على الأولياء إلا أن يحرصوا على أبنائهم أمام المؤسسات التربوية، سواء كان وخز بالإبر ولا ما كانش وخز بالإبر، يعني الأولياء وظيفتهم أنهم يحموا أبنائهم ويكونوا أمام أعينهم خصوصا في سنوات الأولى يعني الابتدائي بالتحديد. وهذا هو كلام وزير التربية في أول تعليق له على القضية بطريقة غير مباشرة، أمر وزير التربية عبد الحكيم بالعابد بمباشرة عملية تحسيسية لفائدة التلاميذ بإشراك أوليائهم، وهذا من أجل اتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر. وبالعابد في ندوة وطنية عن بعد دعا الخميس إلى الانخراط في مسعى يجعل من الأولياء شريكا فعليا في أمن وسلامة التلاميذ بمحيط المؤسسات التربوية وجوارها بشكل يضمن تأمين اليقظة الجماعية، ويجعل من كل ولي حاضر بمحيط المدرسة معنيا أخلاقيا وتضامنيا بسلامة جميع التلاميذ. واش يقول الوزير هنا؟ المسألة تحتاج إلى يقظة جماعية، وكل الأبناء مسؤولية، يعني واحد كبير صحيح يشوف ابنه ولا بنته، بالصح الأبناء يعني مسؤولية جماعية، انت راك تشوف في أطفال وتعرفهم أكيد زملاء أبنائك ولا بنتك، فالأحسن أيضا أنك تشارك في عملية سلامة كل الأطفال وكل التلاميذ. فرغم أنه التحسيس كما قلت ما يأتيش بتعليمة رسمية، وإنما هذه الأمور تكون مغروسة عند الوالدين، الحرص على الأبناء من أن يكونوا في أجواء آمنة. حاجة واحدة أخرى، كان المؤسسات التربوية غيرت من استراتيجيتها وهذا شيء ممتاز، كنا نسمع شكاوى مبعثرة هنا وهناك على أن بعض المؤسسات عندما يأتي الوقت الرسمي تغلق أبوابها في وجه حتى تلاميذ بنات يعني يتأخروا تلميذات ب5 دقائق يغلقوا الأبواب ويخلوهم في الشارع، يعني أنا تبالي كاين 99 حل ولا هذا الحل، مثلا ممكن أن تدخلهم في الساعة الأولى بدون أن يشاركوا في الدرس ولكن يبقوا داخل المؤسسة، ويدخلوا في الساعة الثانية ويسجل عليهم غياب ساعة أولى، كاين بزاف حلول كي نبغوا نحوسوا على الحلول، بالصح الحل الغير منطقي
والذي يعد بمثابة رمي الأطفال في الشارع هو أن تغلق أبواب المؤسسة بحجة التأخر في الوقت. هذه قاع مكانش، وخصوصا كما قلت في حالة كالتي نعيشها في المرحلة الحالية، حالة صعبة تستوجب أننا نكتف الجهود لحماية الأطفال أكثر من أي شيء آخر. يعني حتى الغيابات تعالج، ولكن المسائل اللي رانا نسمعوها على الشارع وما يحدث فيه هي مسائل خطيرة، والشارع مخيف. ما نش باغي نضخموا الأمور، بس الشارع في العادي مخيف. يعني أنك طفل صغير لا تتركه للشارع، وإنما يكون دائما تحت عيون ورقابة الوالدين أو رقابة المؤسسة التعليمية. هذا بالنسبة للملف الأول. نروح، كان هنالك أيضا اليوم في الجزائر حركية كبيرة، سوف يكون هنالك استقبال في الساعات القادمة للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي سوف يشارك أو سوف يكون في زيارة بالجزائر يلتقي فيها المسؤولين. جوزيف بوريل سبق زيارته للجزائر بحوار لجريدة الخبر، مثل ما يظهر على الشاشة الجزائر تلعب دورا مهما ونحن ندرك ذلك ونشعر بالامتنان. هذا كلام الممثل الأعلى السامي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي قال بأن الجزائر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، بوصف البلد مورد موثوق للغاز الطبيعي، فهي تلعب دورا مهما للغاية في تقديم إمدادات الطاقة الأوروبية في لحظة نعتبرها حاسمة. نحن ندرك ذلك ونشعر بالامتنان، يقول بوريل. أيضا بالنسبة إلى قضية الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية، بوريل أعاد في واقع الأمر التفكير بقضية مهمة وموقف يعني لم يكن هنالك شك فيه. قال بأن الاتحاد الأوروبي لم يغير موقفه بخصوص الصحراء الغربية ولم يتغير، ويؤيد الاتحاد الأوروبي عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين وقائم على التسوية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. زيارة بوريل وتصريحاته تأتي في يوم أيضا كشف فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال استقباله نظيره الأوغندي عن اجتماع مصغر لدول حركة عدم الانحياز سيعقد في الجزائر في الصيف المقبل. واليوم كان هنالك كما قلت لقاء زيارة دولة قام بها رئيس أوغندا للجزائر، وتمخض عنها مجموعة من الاتفاقيات المهمة. هذه الندوة الصحفية التي عقدها الرئيسان، وحسب بيان رئاسة الجمهورية هنالك مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات عدة، أبرزها الطاقة، السياحة، التجارة، الفلاحة والصحة، وأيضا التعليم العالي. معنا الدكتور رضوان بوهيدل، الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أستاذ بوهيدل مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا بك أخي قادة وكل مشاهدي شروق نيوز. طيب لو بدأنا بهذا الخبر الذي أعلنه الرئيس تبون عن عقد اجتماع مصغر لدول حركة عدم الانحياز في الجزائر الصيف المقبل، يعني ما هو مستوى الطموح المتوقع من هكذا اجتماعات دكتور، في ظل الاستقطاب، حالة الاستقطاب الكبيرة التي يشهدها العالم، وأيضا تغير قواعد اللعبة في أكثر من مجال؟ بالفعل أتفق معك، اليوم العالم يعيش حالة استثنائية من الاستقطاب أو كما نسميه حالة الجذب إلى طرف دون الطرف الآخر ومحاولة الاستفافة، وحتى لو لم تصطف كدولة ستحاول بعض الأطراف أن تزج بك إلى محور معين، وبالتالي ستكون ضد المحور المنافس أو المضاد، لا سيما نتحدث أخي قادة هنا عن الحرب الأوكرانية الروسية. هذا هو السياق العام والسياق الأهم الذي تنعقد فيه. يعني لما نتحدث على الصائفة المقبلة، يعني نتحدث على 3 أشهر 4 أشهر، الأمر ليس بالبعيد، بالإضافة إلى الدور الجزائري بعد القمة العربية، مجلس التعاون أيضا الإسلامي الذي انعقد في الجزائر مؤخرا،
اليوم الجزائر تحتضن لقاء دوليا آخر ناهيك عن اللقاءات الرياضية أيضا الشان أيضا ولعب البحر المتوسط. هذا جزء آخر لا يمكن أن نتجاوزه في تفسير الدور الجزائري على المستوى الإقليمي وأيضا والدولي. وهذا يدل أيضا دكتور على أن حركة مثل حركة الدول عدم الانحياز في هذه المرحلة استعادت وهجها، تعرف بأنها كانت مرتبطة بجو السبعينيات أكثر والحرب الباردة، الآن نعيد إنتاج أو العالم يعيد إنتاج الثنائية القطبية، الصين تلعب دورا مهما، روسيا تريد أن تكون قوة مثل ما كانت، أمريكا تحاول الحفاظ على ريادتها، الاتحاد الأوروبي الذي سوف نستقبل جوزيف بوريل اليوم في الجزائر، يعني هذه الحركة مهمة، أن تحتضن الاجتماع خاص بهذه الحركة فيه مؤشر أيضا، أليس كذلك؟ أكيد المؤشر الأهم، يعني قد نتفق في نقطة أنه العالم يتجه نحو تشكل نظام دولي جديد على الدول عدم الانحياز أو هي تقريبا الدول النامية في هذا العالم أن تجد لنفسها مكانة وأن تستغل فرصة ما يحدث لتحديد موقف معين، ليس بالضرورة هذا الحياد السلبي الدائم مثل ما وصفته أخي قادة. يعني دائما لما نقول حركة عدم الانحياز تحدث على مرحلة معينة من السبعينات من القرن الماضي، اليوم رانا في 2023، هناك حرب روسية أوكرانية، هناك صراع طاقوي، هناك جائحة يعني أتت على الأخضر واليابس. اليوم حركة عدم الانحياز في هذا السياق التاريخي وسياق الأحداث وهذه التحولات أعتقد أنه اجتماعها سيكون مهم بالنسبة للجزائر لأنها بادرت بالدعوة لهذا الاجتماع. ولو تذكر أيضا أنه الرئيس تبون كان تحدث عليها في أحد الحوارات السابقة على حركة عدم الانحياز، كان لمح أنه سيكون هناك جديد لتفعيل دور هذه الحركة حتى لا تبقى جزء من تاريخ هذه الدول. لذلك أعتقد أنه النظام الدولي قد يكون أيضا متعدد الأقطاب، يعني الصين والولايات المتحدة وروسيا من جهة وربما دول أخرى، ترشح الجزائر إلى البريكس، لا يمكننا أن ننسى هذه النقطة المرتبطة بكل ما حدث وما يحدث. لذلك أعتقد أنه سيظهر موقف هذه الدول وستعود لتلعب دور دولي أمام القوى والصراع هذا اللي الاتحاد الأوروبي من جهة وتحت ضغط أمريكي وروسيا من جهة والصين من جهة. أعتقد طيب أن أيضا حان الوقت أيضاً تقول دول حركة عدم الانحياز كلمتها تجاه صحيح. كل ما يحدث في العالم اليوم. طيب أين تتموقع أو ما محل الزيارات التي أو هذا الانفتاح على العمق الإفريقي الذي تقوم به الجزائر؟ اليوم كان هنالك استقبال لرئيس أوغندا وإمضاء مذكرة تفاهم واتفاقيات في مجالات عدة، أبرزها طبعا المحروقات والفلاحة، هي مجالات يمكن أن نشترك فيها مع أوغندا. وما وراء الزيارة، كيف تقرأها رضوان بوهيدل، خصوصا أنه المصلحة هي أيضا العنوان الرئيسي، حوالي 150 رجل أعمال جزائري سيتوجهون إلى أوغندا في الفترة القادمة بغية صياغة اتفاقيات أو شكل من أشكال التعاون التجاري والاقتصادي؟ لا، لما نقرأ دساتير الجزائر دائما في الدباجة لدينا أبعاد، البعد المغاربي، البعد العربي، البعد الإسلامي، وهناك أيضا أهم والذي يجمع هذه الأبعاد في نفس الوقت وهو البعد الإفريقي. اليوم الجزائر منذ فترة تحاول تسيد هذا البعد، تحاول التغلغل إن صح التعبير في عمق القارة الإفريقية حتى تكسب وتجذب الموقف الإفريقي إلى الموقف الجزائري المناصر لقضايا التحرر وغيرها من قضايا تصفية الاستعمار أو ما تبقى من الاستعمار في العالم وتحديدا في القارة الإفريقية، وتحديدا نتحدث هنا على مسألة الصحراء الغربية آخر مستعمرات القارة الإفريقية. هناك تنافس شئنا أم أبينا، اليوم إفريقي دول تنافس
بعضها من أجل جذب هذه المواقف. المغرب من ناحية يحاول شراء دمم عدد من الدول، الجزائر تحاول إقناع هذه الدول ب يعني أمور شرعية دولية أمور أممية حتى يكون الموقف الإفريقي واحدا مثلما تمكنت الجزائر. يعني رضوان هنالك إنجاز مهم لما طردت الكيان الصهيوني. صحيح. من الاتحاد الإفريقي. هنالك صراع نفوذ، تنافس اقتصادي قد يكون له غطاء سياسي أيضا، ولكن البعض يستعمل أدوات شرعية وقانونية في إطار البحث عن تكامل اقتصادي يفيد القارة ككل، والبعض يلعب بأدوات غير قانونية، حتى أقول أدوات قذرة مثل ما أنت وصفتها بشراء ذمم حتى يكون هنالك اصطفاف في القارة السمراء. لا، هو وهذا هو يعني مبدا اللعبه في القاره الافريقيه، ويجب ان نواجه هذا المنافس الخبيث ان صح التعبير، لانه يتعامل بخبث وقداره في شراء الدماء من خلال كسب مواقف غير شرعيه، على الأقل قرارات أممية واضحة. هناك من يعني اليوم يستثمر، يعني حتى لو كانت بالخسارة على حساب شعبه، يعني نشوف أنه الشعب المغربي مثلا يعاني الفقر وأمور كثيرة، الأموال تروح إلى القارة الإفريقية من أجل البحث عن مواقف وهمية ومزاعم من أجل رسم خرائط وهمية غير موجودة إلا في عقولهم. الجزائر أعتقد أنها تتعامل ببراغماتية وبعقلانية ومنطق، والشيء اللي رانا نشوفوه هذا الإنزال الإفريقي على الجزائر والعكس صحيح. يعني منذ فترة لو يعني حسبنا عدد زيارات الأفارقة إلى الجزائر وزيارات الجزائريين سواء وزير الخارجية وغيرهم، حتى وزير التجارة وتنقلوا إلى عدد من دول منطقة الساحل إلى موريتانيا، كل هذا يدخل في إطار محاولة احتواء الموقف الإفريقي بما يخدم وحدة القارة الإفريقية وليس تفككها وانقسامها مثل ما يحاول البعض القيام به من خلال إدخال يعني سرطان في جسم القارة الإفريقية اسمه الكيان الصهيوني. طيب ماذا لو علقنا على زيارة جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي؟ سبق الزيارة بحوار صحفي ليومية الخبر قال فيه بأن الجزائر شريك رئيسي في مجال الطاقة، وأيضا بخصوص مجلس الشراكة قال بأن إسبانيا تعطله وهذا ليس في صالح الجميع. ولكن أبدأ معك من نقطة الصحراء الغربية، ذكر بأن موقف الاتحاد الأوروبي موقف ثابت لم يتغير رغم محاولة إسبانيا أن تنفرد بموقف ضد الاتحاد الأوروبي قبل أن يكون موقف يعني ينقلب على الواقعية السياسية وعلى المبادئ والأخلاق، فكيف تنظر إلى هذه التصريحات وخصوصا ما تعلق بالتذكير بموقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء؟ لا، هو اليوم ممثل الاتحاد الأوروبي الذي يزور الجزائر قطع الشك باليقين يعني بطريقة مباشرة، حتى لا تكون هناك لا تأويلات ولا تهويل للقضية ولا يعني مسك أطراف الكلام واستغلال بعض التصريحات الغير مسؤولة من طرف الإسبانيين. هنا أخي قد يجب أن نفرق ما بين العلاقات الجزائرية الإسبانية أو العلاقات الجزائرية الإيطالية أو الفرنسية والعلاقات الجزائرية الأوروبية التي تربط الاتحاد الأوروبي ككتلة وتربطه من خلال اتفاقيات، من خلال توقيعات، من خلال معاهدات، يعني بداية من مسار برشلونة حتى يعني التوقيع 2005 اتفاق الشراكة سياسة الجوار التي يتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه الجزائر تحديدا واعترافه بخصوصية الجزائر مقارنة ببقية الدول. هذه النقطة أيضا جد مهمة، لما نتحدث على اتفاقية الشراكة نحن نتحدث على 110 مادة. الرئيس تبون كان طلب إعادة تقييم
هذه المواد وهذه الاتفاقية. هناك أيضا حوالي أعتقد إن لم تخني الذاكرة 7 بروتوكولات تخص خاصة الشق الاقتصادي وتحديدا الاستيراد. اليوم يجب أن نتعامل الند بالند، لدينا ورقة ضغط حتى لا نقول، طبعا لسنا النوع الذي نبتز، ولكن لدينا ورقة رابحة اسمها الطاقة، يجب أن نستغلها بما يخدم مصلحة الجزائر كدولة، مصلحة الجزائر أيضا كشعب، حتى نوازن إن صح التعبير المصلحة ما بين الطرفين، ما بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لأنه دائما ما كان الاتحاد الأوروبي يأخذ أكثر مما يعني يعطي للجزائر. اليوم يجب أن نقلب هذه الموازين ونخلق نوع من التكافؤ. لذلك يرى البعض أن لذلك يرى البعض دكتور رضوان بأنه سواء الحوار الذي أجراه بوريل أو طريقة إجابته أو المواقف ما تزال لا تخرج عن الفائدة الاقتصادية أو المصلحة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. هو تحدث عن دور كبير للجزائر ولكن في مجال الطاقة والإمداد بالطاقة، فإلى أي مدى يمكن القول أن الجزائر يجب أن تشتغل أيضا لتبيان مواقفها السياسية وتحقيق مصالحها حتى لا تكون مجرد يعني مورد للطاقة، مثل ما يراد للجار مثلا أن يكون دركيا يوقف المهاجرين ويعتقلهم ويقمعهم وتعرف القصة. لا هو اليوم يجب العودة إلى بنود الاتفاقية وأهم المحاور. هناك محاور لم يتم تجسيدها على أرض الواقع. الجزائر كثيرا ما أسست لملفات تطالب بها عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين قضائيا لدى الجزائر، وعدد من الدول الأوروبية لم تحرك ساكنا أمام هذه القضايا، مع العلم أنه المحور الثامن من اتفاق الشراكة يتحدث عن التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية. أين هذا على أرض الواقع؟ الحوار السياسي كأول بند في من بنود اتفاقية الشراكة. التركيز نلاحظ على تنقل حرية تنقل البضائع إلى آخره، نلاحظ دائما أنه هناك تركيز على الشق الاقتصادي وتفادي الحديث عن الشق الذي يهم الجزائر أيضا، حتى يعني الشق الاقتصادي وإن كان يهم الجزائر، لكن هناك شق آخر يجب العودة إليه، فيه تعاون أمني، فيه تعاون استخباراتي، تعاون عسكري مع الاتحاد الأوروبي، أقول ككتلة وليس مع دول، لأنه الجزائر حتى لو الغات كل اتفاقية الشراكة لديها علاقات استراتيجية قوية مع إيطاليا اليوم، مع ألمانيا، حتى مع فرنسا، ربما متذبذبة أيضا بشكل أقل مع إسبانيا، لكن تملك علاقات مع دول الاتحاد الأوروبي. يجب إعادة النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. إذا ننتظر كشريك ننتظر نتائج زيارة جوزيف بوريل، لأنها الأكيد أنه ستدور حول كل هذه الملفات والنقاط التي أثرتها دكتور بوهيدل، وربما ستكون هنالك مواقف أكثر وضوحا من الجانب الأوروبي فيما يتعلق بهذه الملفات. شكرا لك دكتور رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. بما أن حكينا على إفريقيا، نذكر بأن وفد من شركة الخطوط الجوية الجزائرية ذهب إلى السنغال قبل أيام، مستعيدا هذا البلد والخط بين الجزائر والسنغال الذي كان قد توقف أو علق بسبب جائحة كورونا. تم استئناف الرحلات الجوية على خط الجزائر داكار يوم 27، سوف يتم الاستئناف يوم 27 مارس. فهذا هو المحادثات التي كانت، وهذا هو الاجتماع. وفد من شركة الخطوط الجوية الجزائرية اجتمع الأربعاء الماضي في داكار مع مسؤولي الجوية السنغالية لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجال نقل المسافرين من السنغال إلى وجهات دولية مرورا بمطار الجزائر. يعني ليس فقط رحلات من الجزائر داكار، وإنما رحلات دولية مرورا بمطار الجزائر حسب ما جاء في بيان للجوية الجزائرية. وهذا كله تنفيذ لقرار السلطات العليا. تعرفون بأن الرئيس قالها مرارا وتكرارا، إفريقيا سوف تكون عمقنا الإفريقي الاستراتيجي، فسوف يتم تعزيز برنامج الرحلات الدولية باتجاه إفريقيا. وتم إفادة هذا
هذا الوفد إلى العاصمة السنغالية في هذا الإطار للوقوف على ما تحقق من مشروع إعادة بعث عدة رحلات جوية تربط الجزائر بداكار، والنظر في إمكانية تدعيم هذه الجهة برحلات أخرى بعدما لاقت استحسانا ورواجا كبيرا في المنطقة. معليش، حنا كيفاش نديروا نقيسوا أهمية هذه الخرجات أو الخطوات أو التحركات أو الاجتماعات أو عودة الرحلات التي تقوم بها الجوية الجزائرية؟ نقوم بقياسها ببساطة، لما تشوف ردة فعل لدى المغرب غاضبة جدا وتتحدث على أن الجزائر في داكار وسبقتنا إلى السنغال وتباكي ونحيب في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي، فمسألة يعني في غاية يعني الإثارة، ربما العجب، هذه الكلمة اللي كنت نبحث عنها باش ما نقولش كلمة أخرى. فالمسألة في غاية العجب. يا خويا السنغال قدامك، إذا كان تريد أن تذهب اذهب، ولكن لماذا تراقب الجزائر عندما تذهب إلى داكار وتعيد يعني تستعيد هذا الخط وهذه الرحلات؟ تعرفون الجوية الجزائرية لديها سوق كبيرة في السنغال وفي إفريقيا عموما، والسنغال يعني سوق جزائري للجوية الجزائرية منذ السبعينيات. يعني ما تم الأربعاء الماضي في هذا الاجتماع هو إعادة الأمور إلى طبيعتها، إلى مجراها الطبيعي، ليس إلا. ولكن البعض يعني طبعا يصاب بالخيبة وبالكثير من حالات الهلع عندما ينظر إلى هذه التحركات الجزائرية في كل الاتجاهات. فعندما نقول رحلات فمعنتها تبادل تجاري، معنتها استثمارات، معنتها صفقات، معنتها اتفاقيات، معنتها أيضا انفتاح للجزائر على عمقها الإفريقي الكبير، والسنغال دولة مهمة ومحورية مثلما هي أيضا اليوم دولة أوغندا التي نستقبل رئيسها. بعد فاصل قصير سوف نكمل الكلام مباشر، رجاء ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء. يبدو بأن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في السحاولة التابعة للأمن الوطني بصدد معالجة قضية جديدة، قضية خطيرة تضاف إلى قائمة القضايا التي أنجزتها والعصابات التي فككتها والمافيات التي أسقطتها. هذه المرة محتال يتم توقيفه، ودائما محتال بالصح، لا أظن أن الأمر يتوقف عند شخص واحد، مستحيل. ممكن أنه شخص يمثل دولة يعني يجيب تزوير، يحتال على الناس عبر الفيسبوك، يكون يطير في الفيسبوك وفي الانترنت وغيره، بصح باش تقول لي باللي ما كانش واحد مستفيد في محيطه؟ هذه عملية التحقيق تاع الأمن هو الذي يكشفها. ولذلك مصالح الأمن قالت كل من يعرف هذا الشخص أو كان ضحية له فليتقدم ليسجل شكواه أو شهادته. والتفاصيل: تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من توقيف المدعو ميم صاد مشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال عبر الانترنت، وهذا من خلال تقديم عروض للتكوين والتوظيف في عدة مجالات. هذا السيد كان يقدم عروض للتكوين والتوظيف ويوزع مناصب عمل في عدة مجالات، ويستعمل بزاف حسابات وبزاف أسماء مستعارة. طبعا ليس هذا السيد، لأن هذه الصورة استدلالية فقط عبر الصحافة. وأشار بيان الأمن الوطني إلى أن المشتبه فيه كان يستغل الأرقام الهاتفية التالية، مذكور حتى الرقمين الهاتفيين يعني موجودين في بيان الأمن يمكن الاطلاع عليهما، وحساب بالمنصة الإلكترونية للبيع والشراء ودكنيس، يعني في تماهي مع الموقع الشهير، تحت اسم نبيل حاتم، وعبر الفيسبوك أسماء مستعارة مهبولة ومحتيري وأسماء كثيرة، يعني كل التفاصيل موجودة في بيان الأمن، وإضافة إلى علب بريد إلكتروني على موقع جيميل تحمل أسماء نبيل آما، نبيلة سيهام، سيدين سيسي، تيتا نوال، يعني كان عنده بزاف مواقع إلكترونية، علب بريد إلكتروني ومواقع يستعملها للاحتيال على الجميع ويوزع اللي عنده منصب عمل، وطبعا يتلقى ربما أموال وغيرها وغيرها وغيرها. في هذا الصدد توجه مصالح الأمن الوطني نداء لكل شخص
يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر أو يمكنه إفادة التحقيق القضائي المفتوح في قضية الحال التقدم إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في السحاولة بالجزائر العاصمة لتقييد شكوى أو الإدلاء بالشهادة. يعني منظمة مكافحة الجريمة المنظمة مصلحة مكافحة الجريمة المنظمة في السحاولة يبدو أنهم كما قلت بصدد الكشف عن مافيا جديدة أو عن عصابة جديدة أو عن شخص واحد، الله أعلم، ربما هو في حد ذاته مافيا، ربما يعني التحقيقات سوف تكون وسوف ننتظر نتائجها. في خبر آخر، الاحتيال هذا بسبب الابتعاد عن الدين وعن الأخلاق، وكأننا لسنا أمة فيها نزل فيها القرآن ولسنا أمة محمدية، وتعرفون أن القرآن الآن نتوحشوه كي نسمعه من عند الآخرين، ما شاء الله الترند هذه الأيام. أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ذكر آية قرآنية في الأمم المتحدة، ما شاء الله، اللهم بارك، وكأننا نكتشف القرآن. هي حاجة مليحة أنه أمين عام للأمم المتحدة يستشهد بآية في القرآن الكريم أو بحديث نبوي، ولكن التعامل مع الأمر فيه وعليه، يعني لمن أعجب بالأمر عاطفيا والقول بأنها انظروا هذا هو القرآن الذي يحارب والمصحف الذي تحرق نسخه والإسلام الذي يطارد معتنقوه، يأتي أهم رجل في الأمم المتحدة ويستدل بآية قرآنية منه. ولكن في الطرف الآخر البعض يقول وما محلنا نحن من الآيات والقرآن، البعض يقرأ بدون أن يفهم ولا يستوعب ولا يمارس، يعني القرآن حياة، شكل حياة، والبعض لا يقرأ أصلا ولا يبحث عن القرآن الكريم وكأنه لا ينتمي إلى هذه الأمة. فكلمة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وبالمناسبة لا نبرئ أنفسنا، يعني أنا مانيش نلعبها شيخ وجيت نعطيكم دروس الأخلاق، حاشا لله، أنا أذكر الخبر وأضع نفسي معكم في نفس السلة. تصدرت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقر الأمم المتحدة عن الإسلام ورمضان والقرآن الكريم وصورة التوبة الترندات العالمية. فقال غوتيريش أنه عندما كان مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين شاف المسلمين كيف يتعاملوا مع اللاجئين، شاف يعني شكل غريب، يحتضنونهم، يبحثون عن حل مشاكلهم. وقال أنه هنالك آية في القرآن الكريم، مرددا الآية باللغة الإنجليزية، وإن أحد من المشركين، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قالها غوتيريش بالإنجليزية، فالبعض أخذ هذه الجول الآية وتصدرت الترند، وكما قلت أن البعض قال بأن هذا أفضل رد على الإسلاموفوبيا، على الذين يكرهون الإسلام والمسلمين. وقال مثلا صحفي سعودي قال سبحان الله من عقر الأمم المتحدة يتغير الخطاب، في السابق كان هنالك خوف من الإسلام. تعرفون الإسلام ارتبط ظلما وزورا وبهتانا وتزويرا وكذبا وافتراء بداعش والقاعدة من قبلها والجماعات الإرهابية، وكان يقال بأن الإسلام هو داعش وهو القاعدة، وطبعا الإسلام بريء والقرآن بريء حتى وإن استعملت آياته. فالآن عندما يكون هنالك استعمال للآيات في الطريق الصحيح ومن طرف مسؤول في الأمم المتحدة، فهذا يعطي بعض، أقول بعض لأن الإسلام ليس في حاجة إلى محامي والقرآن ليس في حاجة إلى دفاع ومحفوظ يعني من أعلى سماء، ولكن هذا يعطي مؤشرات في الدنيا سياسية على أن الإسلاموفوبيا كمشروع يجب أن نحطمه ونحاربه بهذه الطرق، هذه الطرق وليس بطرق أخرى والميل إلى التطرف وغيرها. معنا الأستاذ عبد الرحمن سعيدي الناشط والمحلل السياسي. أستاذ سعيدي مساء الخير، مرحبا بك. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك شيخ سعيدي. طيب هل يعتبر يعني أن يقول أمين عام أمم المتحدة يردد آيات في القرآن، هل يجب أن نستقبل هذا الأمر بكثير من الإعجاب والفخر وأنه أفضل رد على محارب الإسلام وحارق نسخ القرآن،
أم أن الأمر لا يعد كونه مسألة رمزية من وجهة نظرك سيد سيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذه الإشادة بالقرآن والآيات والسنن النبوية والمسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ كنا نسمعها عند القساوسة وعند الساسة وعند المثقفين وعند العلماء وحتى العلماء الذين ابتكروا واخترعوا كثير من أشياء لهذا العالم يقرون عندما يتمعنون في القرآن وكذا يقرون بعظمة القرآن وبإعجاز القرآن وعندنا شواهد كثيرة. الجديد في هذا الموضوع أنا لابد أن نفهم أن السيد الأمين العام للأمم المتحدة قبل أن يكون أمين عام كان مفوض للأمم المتحدة المسؤول الأول عن اللاجئين في العالم من سنة 2005 إلى 2015 10 سنوات وتعامل مع اللاجئين. لكن القضية إيش قضية كيف نستقبل اللاجئ وكيف نعين اللاجئ بالنسبة لهيئة الأمم، وإنما ماذا قدمت هيئة الأمم لتضع حد لهذا اللجوء وحد الناس في أوطانها لا يهجرون لا يطردون لا يقتلون لا يحرمون. الآن عوض هذا المعاملة الطيبة مع والمعاملة الإنسانية مع اللاجئ، المعاملة الأصلية أن هذا اللاجئ كيف يبقى في وطنه ولا يهجر ولا يقتل ولا يحرم من وطنه. هذه نقطة. ثانيا لازم نفهم أن ما ذكره الأمين عام أولا هو خطاب في جامعة القاهرة، ذكرنا بخطاب أوباما في 2009 في جامعة القاهرة عندما أشاد بالحضارة الإسلامية وبالإسلام واستعمل واستشهد بالقرآن الكريم، ولكن ماذا غير ذلك في السياسة الأمريكية في المنطقة؟ هذه شيء. بالنسبة للأمين العام ذكر هذه الآية، أنا في وجهة نظري ذكرها عند العرب عند المسلمين في القاهرة، وهي إشارة إلى تونس، إشارة إلى تونس، ذكر بأن الإسلام أبلغ سلوك وأبلغ ما قرأ في معاملة اللاجئ هو القرآن، وذكر الآية، وهي إشارة إلى تونس، ما وقع في تونس من غزو الأفارقة من الجنوب إلى وصول العاصمة التونسية وتلك المعاملة وتلك الدعوات التي اتهمت الدولة التونسية بأنها تقهر اللاجئين وتعذب اللاجئين. فكأنه يشير إلى هذا الموضوع بطريقة ذكية لأن في سياق الكلام لابد أن نتعدى في سماع، ما يبقاش المسلم أذكر آية ذكر آية ذكر حديث نرفض الإعلام ونرفض الراية الحمد لله دخل الإسلام قضية. لا، هيئة الأمم هي في حد ذاتها هيئة مكونة من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى. صحيح. طيب، ولكن سيد سعيدي، عندما يقول أنطونيو غوتيريش بأن هذا المبدأ مبدأ حماية اللاجئين موجود في الإسلام وفي القرآن قبل قرون، يقول أنه تعبير مبهر عن مبدأ حماية اللاجئين قبل قرون موجود في القرآن الكريم قبل قرون من إبرام اتفاقية عام 1951 للاجئين. لو نزعنا اسم غوتيريش عن هذه المقولة، ويعني هل نجد حاكما مسلما واحدا يستشهد ويقول لك بأن القرآن يتضمن معاملة اللاجئين وحقوق الإنسان قبل الاتفاقيات؟ الآن كل الحكام غالبية الحكام يعني تجدهم في الملتقيات الدولية يستشهدون بالاتفاقيات الثنائية والثلاثية والأممية والإفريقية والإقليمية ولا يستشهدون بآية، يعني البعض يخجل من استعمال آية حتى لا يتهم بأنه داعشي الفكري. استاذ قادر، المنظومة الدولية أحادية القطبية اللي هي ميغا فرضت على العالم نظرات ومسارات، بمعنى أن الإسلام هذه المنظومة الدولية ربطته بالإرهاب، ربطته بالسلم، ربطته بالمظاهر لا إنسانية. فلذا كثير من الحكام في أغلب الأنظمة وأغلب المؤسسات أو المنظمات تتماشى مع هذه كأنها شكلت لها الدول عقدة، بمعنى الحديث عن سماحة الإسلام وعن عدل الإسلام وعن سبق الإسلام، حتى مشي غير قضية اللاجئين، حتى في منظومة حقوق الإنسان نقول عمر بن الخطاب ما تستعبدتم الناس فهم حرام، هذه كانت تسبق الميثاق العالمي في حقوق الإنسان. ولكن العقد والتعقيد والاتهام والإسلاموفوبيا
وتبعية الأنظمة وخيانة الأنظمة وانبطاح هذه الأنظمة لهذه المنظومة الدولية بهذه المعايير بهذه المقاييس، جعلت أن أي حاكم يتكلم عن الإسلام يخشى أن يتهم أنه يدعم الإرهاب أو يقلب. بخلاف أن وجدنا في خطاب الساسة الجزائرية وخطاب الدولة الجزائرية في كثير من القضايا، لما رفضت أن يربط الإسلام بالإرهاب، لما قالت أن القضية الفلسطينية هي قضية تحرير وقضية حق مشروع الفلسطينيين ومش حقية قضية إرهاب، وذكرت كثير من القضايا في خطاب رسمي وخطابات. بالعكس، الجزائر من دول قليلة اللي كانت تعمل على إحداث توضيح بين الإرهاب وبين الإسلام، بين التطرف وبين اعتداء الإسلام، بين قضايا الحق للمسلمين وبين الظلم. طبعا أنا أقصد أستاذ سعيدي، أنا أقصد دعاة تعديل الخطاب الديني وإعادة صياغته، وأنت تعرف ما المراد الغاية. نعم. من تعديل الخطاب الديني هو نزع آيات قرآنية. البعض كان يريد نزع آيات قرآنية من المناهج الدراسية، والبعض كان يريد نزع صور من القرآن وكأنه يعدل هذا القرآن. الآن يأتي غوتيريش ويستعمل آيات قرآنية كحجة على هؤلاء البعض. نعم. يعني نعم. البعض أيضا، دعني أسألك سيد سعيدي حول مسألة العقل الغربي، كيف ينظر إلى هذه النقطة وأنت أشرت إلى أنها ليست جديدة في مسألة، يعني قرناها عند علماء وفلاسفة شكروا القرآن وأثنوا على مسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الخطاب، هذا العقل الغربي، وكأنه يعني ينتج الإسلاموفوبيا، نحن ضحاياها، ثم يداوينا بآيتين. قضية اللاجئين، نحن أكثر الأجناس أو المسلمون هم أكثر اللاجئين في العالم للأسف الآن. فمسألة تعالج اللاجئين المسلمين بآية من القرآن، يقول البعض أن فيها نوع من الخداع الفكري، ما رأيك؟ نعم. هو شوف، هذه من آثار هذه المنظومة شكلت لنا في العالم الإسلامي، شكلت لنا نقطتين. النقطة الأولى، وهو أننا لا نتوجه إلى مركزية الصراع أو مركزية الصراع بين الحضارات، رايحين نعيش على هو. ثانيا، شكلت لنا ما يسمى التبعية إلى حذف الذات، بمعنى أن بعض المثقفين، بعض النخب، بعض المؤسسات وبعض الهيئات وحتى بعض الدول تعمل على أن تتعرى من كل شيء يسيء للغرب أو تسعى فيما يكون لها تقر. مثلا فكرة الإبراهيمية، هذه الفكرة الإبراهيمية، الخليط المقصود منه هو إرضاء الغرب وإرضاء الصهاينة واليهود، مش قضية إحداث إبداعات أو تصحيحات أو تعديلات في الخطاب، بقدر ما هو نحن مع تعديل الخطاب الإسلامي والخطاب الديني، مع تصحيحه، مع توجيهه، ولكن مع أصالته. لكنهم يذهبون إلى أن يتعرى الخطاب الديني من كل شيء يثبت استقلالية هذا الخطاب ويثبت أصالة هذا الخطاب، حتى يجي وقت أحبين يديروا في الحياة. مثلا كان مشروع تغيير القرآن، مثلا أخيرا إحدى الصور حذف اسمها من سموها بنو إسرائيل، سورة الإسراء من بين سورة بنو إسرائيل. لماذا؟ لأن إرضاء لليهود. المسألة الأخرى، وهو علمنة الإسلام، علمنا هذا المشروع موجود أمريكي خرج من بعض الدوائر الاستشرافية والعلم، هي علمنة الإسلام، بمعنى أن يكون إسلام بدون طعم، أن يكون إسلام بدون هوية، أن يكون الإسلام بدون مسلمين، أو يكون مسلم بدون إسلام. هذا الذي يريدونه ويعملون عليه. ظهرت الدعوات في القرن البداية، القرن التاسع عشر، وهي تتمادى إلى اليوم، إلى قرآن، إلى الحديث. حتى أن في الجزائر، كان في الجزائر أصوات سمعناها، كان سمعت بعض الأدباء الروائيين يقول لك يشكك في رواية أبو هريرة، يقول لك أبو هريرة قد وضع حديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الكلام يا وجوه هذا الأمر. طيب، شكرا لك أستاذ عبد الرحمن سعيدي على هذه المداخلة المفيدة. شكرا جزيلا أستاذ سعيدي الناشط والمحلل السياسي، يعطيك الصحة. اليوم كان هنالك حوار مهم في جريدة الشرق الأوسط اللندنية، أجراه رئيس تحريرها غسان شربل مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي السابق. في كل الحوار كان فيه معلومات كبيرة وخطيرة. مصطفى الكاظمي تحدث بصراحة يعني عن الفساد في العراق، عن محاولات اغتياله، عن كل،
ولكن الجمل التي انتقلت عبر كل المواقع والصفحات هي صدام حسين، هذا الرجل، هذا الزعيم، يعني احتار فيه خصومه حيا وميتا. فمصطفى الكاظمي أكد الطريقة التي تم، الطريقة غير الإسلامية، غير الأخلاقية، غير الإنسانية التي تم التعامل بها مع جثة صدام حسين بعد إعدامه. السؤال: هل رأيت صدام حسين؟ جواب: رأيته في أول جلسة لمحاكمته. لماذا ذهبت؟ قال الكاظمي: ذهبت لأرى اللحظة التاريخية، وكانت لحظة تاريخية صعبة جدا ومفصلية بتاريخ العراق، لكن مع الأسف من حضر من ضحايا صدام لم يكونوا في مستوى المسؤولية، كانوا يتكلمون عما حصلوا عليه من مكاسب شخصية، بيت من هنا وسيارة من هناك في محاكمة صدام، وبذلك صغروا جرائم صدام حسين. سؤال: هل هذه المرة الوحيدة التي رأيت فيها صدام؟ قال: لا، المرة الثانية عندما رموا جثته بين بيتي، يعني بيت مصطفى الكاظمي، وبيت نور المالكي في المنطقة الخضراء بعد إعدامه. يعني تصوروا، أعدموه، أخذوا جثة صدام حسين ورموها بين بيت مصطفى الكاظمي على الصورة، رئيس الوزراء العراقي السابق، وبيت نور المالكي رئيس الحكومة السابق أيضا. قال: رفضت هذا العمل، لكنني رأيت مجموعة من الحرس متجمعين وطلبت منهم الابتعاد عن الجثة احتراما لحرمة الميت. قدش حرمة ميت، اداوه وعدموه ورماوه في الشارع أمام البيت، ومن بعد قال لك طلبت منهم الابتعاد. السؤال: أحضروا الجثة إلى قرب منزل المالكي؟ جواب: نعم أحضروها، والمالكي نور المالكي أمر في الليل بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة الندى، وهي عشيرة صدام حسين، فاستلموها من المنطقة الخضراء، دفن في تكريت. وبعد 2012 عندما سيطرت داعش على المنطقة تم نبش القبر، يعني داعش هذه على حسب مصطفى الكاظمي نبشت قبر صدام، ونقلت الجثة إلى مكان سري لا يعرف أحد حتى الآن، وتم العبث بقبور أولاده. طيب، هل صدام يخيف حيا وميتا؟ هذه من جهة، ومن جهة هل الانتقام من جثته سوف يطفئ نيران خصومه؟ الله أعلم. هذه الأمة قعدت يعني حائرة في الحيين، وحيرة حتى في الجثث والموتى. نلتقي في الغد إن شاء الله.